مرحبا حبايبي، شلونكم؟ اليوم عندنا زلاطة جديدة. تدرون بي اني يعني نورة عندي هي شو اسمه البريمو، نقول هي بالزلاطات، هي راح تسويها وهي راح تشرح لنا واني اصور لها. شو اسمه زلاطة جديدة لا اعرفها لا سمع عنها، بس هي جايبة هاي اللهانة حمراء وشوندر سلقته. أنا الويد أحكي خلا أصور لكم وهي خل تشتغل. أو يا بعاني ترى راح أكون شو اسمه زنانة هنا نورة. شنو أنا معلق رياضي تقطع شو اسمه تقطع اللهانة الحمراء إربن إربن، وهذا الشمندر أو الشوندر. تسمحي لي نورة شوي أغني لك بين ما تقطعين؟ يلا. بما أنه المسلسلة هاي خوش اسمه كل ساعة يعيدوها والإنستغرام كل ساعة، وظلمة ودروب عثور شاوينا حاجيك، لحد يعتب عليه ترى ما حافظتها للأغنية. نورة ليش ما تبرشي؟ مو اني كل مره اثر معي. نعم يلا سوي، يعني تقدرون ترى تبرشوه، ترى انا عندي مبراشه. خلي جرب اي عندي مبراشه اقدر يعني انا برشه هم. نعم طلعنا المبراشه. نوره تقول صايره ماساه، شوش راح تسوين؟ راح تسوين بيها لولا يعني وضعيتها مزريه. اكو يعني خط صفر طولاني هو اللي برشون بيه. اعتقد اي هذا باعي احسن. الله احس ايدي اتخبل انا من هاي الماكينه، احس ايدي راح تطير. اي صدق تخوف. عيني خليني اثرم اشرف لي. يابا ما تقدر تبرش كيفها. شو بالضبط صارت قول لي ناعمه. اكو جهه خشنه وجهه ناعمه نور. هسه مو قلتي لي هاي؟ اي واكو جهه خشنه وجهه ناعمه. بس هاي بس جهه. مو هذا اقصد، ذنيتش مثل بيوت ما الزنبور. اي ذني بيوت الزنبور. مو قلتي لي ثرمي بهاي ماما؟ لا عمي ثرمي على الكاميرا. عمي ها اصبعك وين؟ اصبعي والله ولا على الكاميرا. اصبعك وينه؟ ما يا بطالع اصبعي انت ترى ما اعرف كل مره هي تصور لي. لا ورا التليفون ايش بيك؟ مو قلتي لي سوي بهاي؟ اي يعني شو بينت فاشله لحين تنمرد اللهانه وش اسمه وماكو فايده. يعني خليني اثر ما اشرف لي من هذا. يلا دثرمي لنا شويه نشوف ذبيها الهاي. هذا الحكي كله ما يفيد. اي خليها تتنحى جانبا. هذا صار فدنا ابوي. اي شوف شلون صار. اي يعني هذا هنا تحطيه بعدين. اي يلا انا هسه دقيقتين اثرمه كله. يا الله بس ما هو كان اخذ. تذكرون هذا المطعم تاخذونه عليه بالحي الجامعه؟ اي ما اتذكر اسمه ابدا. هو كان هيك يعني صديق ابوي هاي. اي صار عمر نسيته. اي بس شو اسمه كان يسوي فد زلاطه مقبلات. يسوي مقبلات مال المكرونه. تذكرين كنت بس هي اخذها. اي همينه يا بتر. الصدق يا جماعة في العراق الأكل اللي بالعراق ما يجي مثل أوروبا وأمريكا. صدقوني لا ملاقة ولا ترى يعني بس شكل هنا ناكل خضرة. ايه فريش. ايه هذا هسه هنا نذبل اللهانة. ماما طبعا عند تشوفين الراس ايش قد دوته. شوف ايش قد يعني يسوي صار بركه. اي حبايبي هاي هيجي تظل يعني قلتن شو نقول تذبلها تظل هيجي شويه. اي مساج تذبل اللهانه لان تعرفوا هي شو اسمه بتكون قاسيه. هسه ايش راح نسوي؟ راح ابرش ال بس هذا الشف كبير على ايدي مو مشكله. حبرش الشيء صح ولا هذا الشوندر؟ شمندر الشوندر تبرشيه. فقر الدم هذا زين حطه ايه منه مايه. فعلا الفقر الدم هذا كل زين. الشوندر يا جماعه تسلقوه سلقه خفيفه وبعدين ينبرش. خلينا نشوف يا الواناتك. شوفوا ربك ايش خالق شنو هالالوان. هاي هسه نوره هاي اللي جوا لهانه وهنا الشوندر
وطلعت لي طاسه همينه شو اسمه ما نقدر نخلط بيها الزلاطه، رجعت جابت لنا هاي الطاسه شويه اكبر. هذا شنو؟ دبس الرمان. دبس الرمان وزيت زيتون وليمون. ليمون اجيب لك شو اسمه يعني كاشوقه ملعقه ترج ها هيك. عفيه صغيره امي، هاي مو صغيره لعد. شنو نجيب بسيط هاي على اساس اختارينا لهانا هالقدوتها صدق بركه. بس هالمره لا، انا ذيك المره ما حطيت شوندر هوايه. اي بس تعرفين يعني فقره الدم وهاي. اي لا 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 كله صحيه هاي، وحتى هاي يعني تساعد على احراق الشحوم اللهانه ترى يعني هوايه اطباء. بس رمان ماكو رمان. ها احبابي هو يعني الزلاطه هذه همينه تفرطون لكم رمانه وتخلطوها. هو موسمي يعني مو دائما موجود. اي ف يعني رحنا المحلات اليمنى ماكو، المحلات العربيه احنا كلش بعيده علينا، فقررنا ان نستغني عن الرمان. بس انتوا لا عندكم رمان تقدرون تفرطون وياها وتحطون. هسه دبس الرمان، ملح، زيت زيتون، عصير نومي حامض. حط شويه ملح، رشه ملح. وهمينا ترى الملح يذبل اللهانه. نحط دبس الرمان. دبس الرمان شو اسمه اجيب الكاميرا. شفتي الحركه؟ شفتي الحركه؟ اي مال بروفيشنال يعني هاي مال شو اسمه حركه فشي مال اسطوات مال اي خبره هاي. وزيت وزيت يعني هم شافتهم والله صدق طيبه. لكم عيبكم ان ما طيق شنو هاي اقول لكم ايش تبغى عنهم راح اجيب الكاميرا اللي حاطتها على الستاند اصور لهم المنظر. الله عليك لا تفوطي يا يابه. شوفوا شوفوا الله عليكم قلب. اي قلبي يمكن هم يحطون زيت اكثر تصير هيك لماعيه. لا هسه همده الماء يعني همينة مواني ما أحب يوقف على قلبي هذا الزيت. والله ذبحوني. كل واحد يقول قليل من الزيت. تقول نورة دوسي على رقم 2 تكبر طاسة. يوم مش كبرها صارت طقت هيك بوجهي. وهاي النتيجة النهائية لهذه لاطة اللهانة الحمراء. يعني صدقوني سووها نفس الطريقة، ما تتندمون وكتبوا لي بالتعليقات. ولقيت حلو لما الواحد يجي تعبان من شغل من عمل ويجي يلقى هاي الزلاطة جاهزة. تدرون أنا ايش راح أسوي؟ عندي هاي العلب شوفوا أخذتها راح أعبيها وحدة وحدة، وهذا القبق مالتها ما عليها شيء ما يدخل لها هواء. ومن يجي واحد يلقي زلاطة وهي الأكل جاهزة بس يأكلها. طبعا احسها يعني من تباع ثاني يوم تصير شويه هاي. إيه المونه تدرين المونه يعني تتركز بيها مال يعني الليمون والش اسمه دبس الرمان. احبابي هاي النتيجه النهائيه راح اخليها بالثلاجه. قلت لكم يجون يلقوها حاضره. هاي من النوعيه الزلاطات اللي نقول تقاوم تبقى، وكل ما يعني تبقى اكثر تذب المونه مال دبس الرمان والليمون. فأريد أسألكم سؤال، هم عندكم طبخات تسووها يعني بكميات كبيرة وتحتفظون بيها بالثلاجة ومن ترجون تلقوها جاهزة؟ إذا عندكم هاي كتبوا لي بالتعليقات، ترى أني أنتبه على التعليقات الجيدة المفيدة وش اسمه حتى نسوي أفكاركم. وأقولكم يا هلا ومرحبا بكم، ولا تنسون السبسكرايب واللايك وتتواصلون ويانا بالتعليقات. أحبكم، مع السلامة.